والله غير متفائلين، وحتى على المباريات الجاية يعني أحس إن يعني الأداء مو زين كلعب وكأداء كل شيء، يعني حتى الأفرقة المنتخبات الجاية يعني وايد أقوى من منتخبنا منتخب الإكوادور، فما أتوقع شيء زين للأسف. كيف شعورك اليوم؟ حزين والله حزين. Tod verkauft. Es sind die blutigste Weltmeisterschaft, die es je. Mir fehlen die Worte. Sklaverei, die Tod und Trauer mit sich führt.